كل واحد سيسأل في قبره أسئلة ثلاثة. السؤال الأول، من ربك؟ لابد أن تقول ربي الله. الذي رباني أي خلقني ورزقني. هذا تربية للظاهر للبدن. تربية للظاهر للبدن، يعني البدن الآن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالرزق، هذا ما يقوم به الظاهر. نعم. إذا قشتلهم دون يبغوا حديث ثاني الله وحون ديلدل. ثم تربية للباطن، فبأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى نتربى من الداخل في الأخلاق، في الدين، في التعامل. نعم. شلوغ دلهم خطرة الله هو بيغمر باخ كتر شي جينش توسر دعونيز. نعم. فبعد أن كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ورزق وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنزل الكتب، لابد أن يعبد الله، لا يعبد إلا الله. فاقشاد الله محقدج الله وحقيلا نخيلج حون رزق ديل خيلج يغطوع حون بيمرش باخكت نخيلج دجاينش تواسي نخيلج وين مسا أنت أعدو بوقتن الله أنت حنين عبادت ده.